mettre des vieux. Ah d'accord. Tu as de vrais météorites. D'accord. Et le monde. C'est les mêmes. Là, là, elles sont différentes. 1900. Elles sont différentes. 1960. إذن أولا نشكركم على وجودكم معنا وهذا الحدث المهم جدا، مهم لأن هذا حدث من ضمن طرف جهة بني ملال، وهذا كيبين واحد يعني مجال جديد هو اهتمام الجهات والجماعات بالمجال ديال التراث ومجال ديال الثقافه مع المجتمع المدني، وهذه النقطه كنركز عليها انها غتساعدنا، غتساعد الحكومه، غتساعد قطاع الثقافه باش تزيد تعرف وتحامي على التراث المادي ولا مادي. هذا النشاط اللي بالطبع عرف رعايه ساميه ديال سيدنا الله ينصرو، اذا كيدخل في الاهتمام الاستراتيجي ديال الترويج الاقتصادي والثقافي لهذه المناطق ومنطقه كبني ملان، يعني غنيه يعني في هذا المجال الثقافي والتراثي والجيولوجي. اليوم بالطبع التعريف ديالو ثقافيا تاريخيا مهم جدا، والوجود اليونسكو معنا الا وكيبين هي شهاده دوليه بان هذه المنطقه عندها واحد الاهميه خاصه، وكيف ما قلت قبيله مع الشركاء اخرين بما فيهم قطاع السياحه خاص يكون هناك اهتمام كذلك، باش بالطبع كاين غنى تاريخي غنى جيولوجي خاصنا نفكروا حتى في الاجيال الصاعده، وهنا لابد الاستثمار كذلك في مجموعه ديال المقاولات اللي غيكون واحد التنشيط ثقافي ترويج سياحي باش كذلك الساكنه ديال المنطقه يعني تستفد اجتماعيا واقتصاديا بهذا الغنى الثقافي والتراثي. وشكرا لكم. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.